مش ده اللي جايبك لغايه هنا؟ لو الحل رصاصه في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. لا انت مش جايه تاخدي بطارق؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا اماره عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ امين. انت اتجننت يا رمانه، الشيطان لعب معاك الدنيئه ورماك في التهلكه. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانه؟ ايوه انا، ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكوني رمانه اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانه، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفسي عشانه النعمه بيعمل من وراكي ايه. وانت بتديهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رايك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال، عناب، لو البت بوسي ايه؟ مظبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا، البركه فيك. ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ أثر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في أوله. اسمعيني يا رمانة، أنا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا إيه؟ أنت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، أنا بس جاي أنورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقول لك إيه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لأ؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها تبي اوب. سلام يا نجمه. مرسي. شكرا يا ايمن. واضح انك بتحب المكان ده قوي. يعني بعد سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان ايام ما كان في مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ انهين؟ حفلة رجوعي. البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا. ده انت مركزه معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحده من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟
انت شاغله روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبتي مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. ركزوز تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حقيقتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده ايه يا ستي؟ التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انتوا قلتيه اختراع للتوك توك؟ يا زوز يا زوز تعال. فوتنا بوري. عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستوعبني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلامة عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيرة كده ليه ولو يبوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كل من بصيتك في البلكونة اللي هتجيب أجلك. أديني سايباها لك، وسايبة لك الأوضة كلها. استني عندك هنا. أنا عايز أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ ولا أنت فاكرة نفسك إنك كبرتي عليا خلاص؟ أنت عايزة إيه مني دلوقتي؟ عايزة أعرف إيه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتنا يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انتي بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانتي لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز، مراته ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قال عني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة، دي
كانت بتبص لي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ انا كان لازم اساله من دي، لازم اقول له جايه ليه. نفسي اتكلم بقى، نفسي اصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلم هتكلم اقول له ايه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فاري يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس انا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما انتي عايزة. وهو قال لك كده؟ اه لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها. فانسي فانس فانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي باي. رخصك. رخصك رخصك. بطل غلاسه وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة السايحة اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحي وعملت تفرجها هنا وهنا، وقال ايه في الاخر روحتها. اه انت قصدك على ميس فريدة. ايوه ايوه ايوه، ده دي اخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. ما انا عرفتك عليها. ايوه مين ميس فريدة؟ خطيبتي. باي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فرنسي. ايه علمتها لي باللغات؟ في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه. حنتومه؟ حندومك؟ اه انت لسه بتروح عند البنت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها. وانا طبعا معاك، زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مرة قلنا بلاش تشاش ساعة ونخرج في الفسحة؟ فسحة ايه؟ من مجنون ومكر صور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ أنا زعلتك في حاجة. طب ليه؟ أنت عايز إيه من البت دي بالظبط؟ الجواز إن شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا إيه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقه اللي على المحاره، والفرش اللي هنفرشه سوا، والهجاجان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ادي اخره مشيك وانت نايمه. ادي اخره المشي وانت مش بتمشي وانت نايمه برضو، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. انت انت انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب، احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني هعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ ونصيحه مني يا شو، ما تخلينيش هلمحك تاني. معقول يا ابو سنة الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟
أنا مش قلت لك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والأيام بتخلع توبها الأسود والفرح عرف طريق بيتنا في